حفاظا على الصحة العمومية وفي إطار متابعة التدابير الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، حملة تعقيم واسعة عرفتها مختلف ولايات الوطن. فبمؤسسة الطفولة المسعفة بالمحمدية يواصل الطاقم البيداغوجي وعمال المركز حملة التطهير في إطار التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي. عمليات التعقيم وعملية النظافة مستمرة براتيكمون دائمة. وبالتنسيق مع مديرية البيئة لولاية أدرار، نظمت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن حملة تعقيم بالمدارس والمراكز لذوي الاحتياجات الخاصة. التنقل إلى المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع من أجل تطبيق هذا البروتوكول الصحي، تعقيم المؤسسات المتخصصة. وبعنابة قامت مصالح البيئة بتعقيم وتطهير جميع الهيئات والهياكل التابعة لقطاع التضامن لرفع درجة اليقظة خاصة عند الفئة المسنة. هي بعد أحيان أسبوعية ويومية، وخاصة من ناحية كذلك توفير أقنعة وتوفير ألبسة خاصة بهذه الوضعية الوقائية. المشهد نفسه عرفته مدينة عين تيمشنت، حيث حظيت دار الأشخاص المسنين بعملية تعقيم واسعة كإجراء احترازي. وستبقى العملية هذه متواصلة، ونبقى دوريا كل خطرة مع نكملوا البرنامج نعود نديره دوريا حتى يعني لنزول هذا المرض إن شاء الله. حملات التعقيم الدورية مستمرة، فما على الجميع إلا الالتزام بالبروتوكول الصحي من أجل الحد من انتشار الوباء.